أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وهذه أهم العناوين. القدس العربي الناصرية تشتعل من جديد، مواجهات بين الأمن ومحتجين وتحذير من الانفلات الأمني. الأنباء الكويتية تتساءل ماذا تعني الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة بايدن بالنسبة لإسرائيل. وفي تقرير للقدس العربي تنقله عن تساؤل لفورين بوليسي، الصين تحاول مد نفوذها في الشرق الأوسط بدون أن تتورط مثل أمريكا، فهل تنجح؟ من المقالات يكتب ليث الحمداني في العرب اللندنية السيناريو الإيراني للانتخابات العراقية، ويتساءل رضوان السيد في الشرق الأوسط لماذا الحنين إلى الاستبداد والقهر. التفاصيل بعد لحظات. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن احتجاجات الناصرية مستمرة، ووفد الكاظمي يفشل في نزع فتيل الأزمة. ويرى الناشط عباس الناصري أن مشاعر الإحباط وعدم الثقة بين صفوف الشباب بشكل عام تغذي حالة الغضب المتواصلة منذ أشهر طويلة في الناصرية. هذا وتسعى حكومة الكاظمي لحل الاحتجاجات المتواصلة وسط مخاوف من تأثيرها على الزيارة المرتقبة لباب الفاتيكان إلى هذه المدينة. وفي ذات السياق عنونت القدس العربي الناصرية تشتعل من جديد، مواجهات بين الأمن ومحتجين وتحذير من الانفلات الأمني للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وذلك من استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها ذي قار والتي تسببت بسقوط ضحايا بين المتظاهرين. ونبقى في القدس العربية التي عنونت سياسي عراقي يدعو لمقاطعة الانتخابات ولا حل سوى إسقاط النظام، حيث دعا السياسي العراقي ليث شبر القوى والشخصيات الوطنية إلى عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا حل للعراق اليوم سوى إسقاط هذا النظام الذي انتهى وفقد كل شرعيته. قالت صحيفة العرب اللندنية إن حمى التمرد على المحافظين تسري في جنوب العراق، مع توجه واضح من قبل المحتجين إلى محاولة التغيير محليا، بدءا بتغيير المحافظين المتهمين بالفساد والفشل. عنونت صحيفة أخبار الخليج البحرينية الكشف عن فضيحة فساد تتعلق ببيع المدرسة العراقية في موسكو بالتزوير والاحتيال. وأشارت المصادر إلى أن سفير العراق في موسكو المدعوم من حزب سياسي اتفق مع مدير في وزارة التربية على بيع المدرسة بزعم أن العراق لم يدفع ثمنها كاملا، وتم بالفعل بيع المدرسة بثمن بخس للسياسي الروسي جيرون فيسكيفي. قالت صحيفة المراقب العراقي إن الاقتصاد العراقي يتهاوى بالتصنيف العالمي، وحكومة الكاظمي تتبجح بالإصلاح، وما زالت تبحث عن منجز حقيقي من خلال خلط الأوراق وإيهام العراقيين بذلك عبر مطبات اقتصادية كبيرة. في الشأن الدولي قالت صحيفة العرب اللندنية إن الولايات المتحدة تحاول استعادة قوتها في عالم متغير، وينشغل الباحثون السياسيون بمناقشات مستفيضة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة اليوم لمواجهة مجموعة من التهديدات والتحديات. أكدت صحيفة البيان الإماراتية أن هناك نقلة نوعية في التعامل الأمريكي مع النفوذ الإيراني بسوريا بعد ضربة عسكرية موجعة للميليشيات الإيرانية في شرقي سوريا، ما يثير تساؤلات حول طريقة تعامل بايدن مع إيران. تساءلت صحيفة الأنباء الكويتية ماذا تعني الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة بايدن بالنسبة لإسرائيل. ويرى محللون أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل تظل ثابتة إلى حد ما على الرغم من تغيير الإدارات الأمريكية. بشأن جائحة كورونا، نقلت صحيفة الخليج الإماراتية عن دراسة عالمية الاقتناع بتلقي اللقاحات آخذ في الارتفاع، وفي معظم بلدان العالم التي شملها الاستطلاع
يريد أغلب المشاركين الحفاظ على القيود الصحية من أجل حماية السكان قبل الاقتصاد. وفي تقرير إخباري للقدس العربي تنقله عن فورين بوليسي التي تتساءل: الصين تحاول مد نفوذها في الشرق الأوسط بدون أن تتورط مثل أمريكا، فهل تنجح؟ يقول التقرير: الصين هي الفائز الأكبر في الشرق الأوسط ما بعد أمريكا، وكانت بكين أصلا أكبر مشتر لنفط المنطقة، وأصبحت الآن وبدون ضجة القوة الخارجية الوحيدة التي لها علاقات سياسية وتجارية قوية مع كل دولة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط، ولا يهدد نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط أي مصالح حيوية لأمريكا بشكل مباشر بعد. ومع ذلك فإن تعمق تحالف الصين مع إيران والروابط مع الميليشيات الإيرانية أمر مقلق ويشكل مخاطر على المدى الطويل. هذه انتقالة المشاهدين إلى الكاريكاتير. من المقالات يكتب ليث الحمداني في العرب اللندنية: السيناريو الإيراني للانتخابات العراقية. يقول الحمداني: بات واضحا أن حكومة طهران قد أعدت مبكرا سيناريو للانتخابات العراقية، وأن أمر العمليات قد صدر لعملائها بذلك. أما التصعيد الإعلامي بين الصدر والمالكي فهو استعراض ستضع إيران له حدا وقتما تشاء. ويتساءل رضوان السيد في الشرق الأوسط: لماذا الحنين إلى الاستبداد والقهر؟ يقول الكاتب: الجمهور الساخط اليوم في بلدان الاضطراب والقتل والتهجير هو جمهور القتلى والمعتقلين والمهجرين والمشردين، والذين فقدوا كل شيء في ديارهم وخارجها، وهم بعشرات الملايين، ولا بد من التفكير في خيار ليس فيه طغاة ولا قتلة ولا مافيات سياسية ولا فساد سياسي. أخيرا يكتب البدر الشاطري في البيان الإماراتية: البيت الأمريكي منقسم. يقول الشاطري: كشفت الأحداث الأخيرة في الكونغرس الأمريكي عن شرخ بليغ في النظام السياسي، وهي أول محاولة انقلاب في تاريخ أمريكا. ووصفت بيبا نوريس أستاذة العلوم السياسية الأمريكية في جامعة هارفارد محاولة تعطيل المصادقة بأنها تقهقر الديمقراطية الأمريكية، مصنفة إياها كديمقراطية معيوبة. مشاهدينا، سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة بعد قليل من الكويت الكاتب الصحفي عدنان قاقون. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم مجددا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من الكويت الكاتب الصحفي عدنان قاقون. مرحبا بك أستاذ عدنان إلى هذا الحوار. مرحبا بكم، وأشكر لكم هذه الاستضافة، وأشكر والشكر لك خاصة أستاذ إحسان وعلى هذه المواضيع القيمة التي تطرحها في برنامج أسبوع الصحافة. أهلا بك. دعنا أستاذ نبدأ من احتجاجات ثورة تشرين
حيث يصف ناشطون مشاعر الإحباط وعدم الثقة بين صفوف الشباب بشكل عام، والتي تغذي حالة الغضب المتواصلة منذ أشهر طويلة في الناصرية. أيضا تسعى حكومة الكاظمي لحل هذه الاحتجاجات المتواصلة وسط مخاوف من تأثير ذلك على الزيارة المرتقبة لباب الفاتيكان إلى هذه المدينة. بماذا تصف إصرار شباب ثورة تشرين لإنجاح ثورتهم والتخلص من الواقع السياسي المرير؟ في البداية، ليس فقط في الناصرية أو بغداد أو بيروت أو في أي من الدول العواصم العربية، هناك ثقافة زرعها السائر التونسي البوعزيزي، نشر ثقافة جديدة في العالم العربي، نشر ثقافة أن الاحتجاج والصرخة وصرخة الدم يمكن أن تؤدي إلى تغيير. وربما هذه الثقافة التي زرعها البوعزيزي قد تمددت إلى العراق، إلى الناصرة، إلى بيروت، إلى دمشق، إلى كل الدول العربية. المواطن العراقي هنا، المواطن العراقي لديه الحق في أن يمضي في هذه الثورة. فهو يعيش فوق ثروات، فوق خيرات في العراق، ثروات تحت الأرض وثروات فوق الأرض، وهو يعيش تحت خط الفقر. المواطن العراقي يعيش تحت خط الفقر ويحتاج إلى تغيير حقيقي، يحتاج إلى الكهرباء، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى العمل، الطبابة والتعليم. العراق بحاجة إلى انتخابات شفافة، والعراقيون يحتاجون إلى مخرجات في الانتخابات المقبلة التي تأجلت إلى أكتوبر المقبل. السؤال، هل ينجح هذا الحراك؟ هل تنجح هذه الثورة؟ ليس أمام الشباب العراقي إلا المضي بهذه الثورة، فهما أمام خيارين لا ثالث لهما، أما الموت صمتا وأما الموت في ساحة الثورة. السؤال يا أيها الزميل العزيز، هل يستطيع رئيس الوزراء العراقي والمؤسسة السياسية في العراق الإصلاح؟ في ظني أن موجة الإصلاحات التي يعتمدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن تصمد طويلا أمام طوفان الفساد الطائفي والإداري في العراق. الرهان كما قلت على مخرجات انتخابات في أكتوبر تواكب وتراعي مطالب وأمال الشعب العراقي. نعم، ضمن ملف الفساد في العراق، تم الكشف عن فضيحة فساد تتعلق ببيع المدرسة العراقية في موسكو بالتزوير والاحتيال، وتحيط الشبهات بمصير أملاك العراق أيضا في الخارج، حيث أصبح مصيرها غامضا بعد أن تعرضت لعمليات تزوير وتحويل بأسماء مسؤولين كبار. ما تعليقك على ذلك؟ في الواقع مؤلم، مؤسف ومعيب هذا النبأ الذي أعتقد، على ما أعتقد قد أثرته النائبة عالية نصيب، أن يتحول مركز ثقافي قبائل الكرملين بني عام 1957 إلى أن يتعرض إلى عملية، أسمح لي أن أسميها قرصرة. فهذا ملك العراق، ملك الشعب العراقي، ملك التاريخ الشعب العراقي. إن هذا في ظني هو عندما تغيب الشفافية وتعلق المحاسبة ينتشر الفساد في كل مكان. قد تكون موسكو هي الوجهة التي أعلن عنها لهذا الفساد، وغدا من يعلم ستظهر عواصم أخرى وأملاك للتاريخ العراقي والدولة العراقية. والسؤال عند إذا كان هذا هو حال الأملاك العراقية التاريخية في الخارج، ماذا عن هذه الثروة العظيمة من الآثار التي يملكها العراق؟ من يراقبها؟ من يحميها؟ من هو المسؤول عنها؟ هذا هو السؤال الأهم في ظني. نعم، مراقبون يرون أن الاقتصاد العراقي يتهاوى بالتصنيف العالمي، وحكومة الكاظمي تتبجح بالإصلاح وما زالت تبحث عن منجز حقيقي من خلال خلط الأوراق وإيهام العراقيين بذلك. كيف يمكن أن يخرج العراق من المطبات الاقتصادية الكبيرة؟ بداية، من الظلم أن نتعامل مع الواقع السياسي والاقتصادي في العراق وكأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحمل عصا سحرية. هناك حالة من الانهيار
الاقتصادي تضرب العالم من أقصاه إلى أقصاه، في اقتصاديات الخليج، اقتصاديات المنطقة ككل في حالة إرباك، وليس العراق فحسب بسبب جائحة كورونا أولا. كيف نتجاوز المطبات الاقتصادية؟ لا، في ظني هي أكبر من مجرد مطبات أستاذ أحسان، هي سدود، سدود عملاقة تعيق عجلة الاقتصاد والتنمية. العراق ليس فقيرا، فهو يملك احتياطيا من النفط يقدر ب 142 مليار برميل على ما أظن، ويعتبر الخامس على مستوى العالم في احتياطي النفط. الأمر إن الأمر يحتاج إلى تبني خارطة طريق إصلاحي تبدأ أولا باختيار الشعب كما قلت، لسلطة تشريعية تراقب وتحاسب، وسلطة تنفيذية تعمل بعيدا عن الأجندات السياسية، تلك الأجندات التي دخلت في يوميات الشارع العراقي. والمطلوب أيضا وأيضا إرادة سياسية شعبية تؤمن الحد الأدنى من الاستقرار لخلق بيئة إنتاجية تتناسب بحجم العراق أولا، وتشجع أستاذ إحسان رؤوس الأموال على الاستثمار. ننتقل إلى الشأن اللبناني، ما التوقعات المستقبلية لعودة الاحتجاجات الشعبية وما مصير الصراعات السياسية في لبنان؟ في لبنان المشهد مختلف، لاحظنا قبل أيام عودة إلى الشارع، الناس أستاذ إحسان جاعت، الناس تأنه ولا تريد إلى الأمان، لا تريد إلا أن تعيش بأمان اجتماعي. إن الدولار لامس 10,000 ليرة وربما تجاوز ذلك، 60% من الشعب اللبناني يعيشون تحت خط الفقر، اللبنانيون يواجهون خطرا وجوديا على وطنهم. في تقديري لب المشكلة هو في العقد الاجتماعي، وهو ما يركض كثير من السياسيين وضعي على طاولة المصارحة. إن العقد الاجتماعي صيغة 1943 قد سقطت، قد انتهت عملية في لبنان. لب المشكلة في لبنان أن هناك فئة من اللبنانيين تعتبر أن صيغة 43 واتفاق الطائف 89 لا يعطيهم حقوقهم، أو يعتبرون أنفسهم بأنهم مهمشون. العقود الماضية، التاريخ اللبناني يثبت بأن الشعب اللبناني ليس طائفيا، الزعماء طائفيون، الزعماء الطائفيون يتقاسمون الدولة ومؤسسات الدولة. رحم الله الصحفي الكبير سهيل عبود عندما وضع نظرية الصيغة والنظام في لبنان، أن صيغة الحكم في لبنان تقوم على 3 طوائف رئيسية، هي الشيعة والسنة والموارنة، وهذه الصيغة ثابتة بحكم امتدادات كل طائفة سياسيا مع الخارج، وهناك النظام الذي يقوم فوق هذه الصيغة الذي يتشكل من الأقليات الطائفية كالدروز والأرثوذكس وغيرهم، والنظام دائما التحرك وتغيير المواقف. الآن ما يواجه لبنان هو أن خللا كبيرا يواجه الصيغة، صيغة الحكم، الصيغة تزعزعت، وبالتالي أصبح النظام اللبناني في مهب الريح، أصبح الوطن اللبناني في مهب الريح. طيب، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، وعدت إدارة بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك شريطة أن توافق إيران من جديد على الالتزام بشروطها. هل تعتقد أن إيران ستلتزم بالتوصيات الدولية الجديدة دون مقابل؟ بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، فهي لم تتنازل، إيران لم تتنازل في عز الضغوط. لماذا توافق الآن؟ إيران تعتبر أن دعوات إشراك إسرائيل في المفاوضات بمثابة منصة رفض شرعية وطبيعية، لا، فلماذا توافق الآن على هذه التنازلات؟ وهي تدرك أن لإدارة بايدن ومن سبقه من إدارة أوباما لديها خصوصية في التعامل مع الملف الإيراني، وكما قلت سابقا لابد من ملاحظة قرار روحاني وقف إنتاج اليورانيوم، فهو يعكس تقاربا معينا. ثم يا سيدي الكريم، الضغوط والعقوبات لا تتأثر بها الأنظمة، وهذا ما أثبته التاريخ في كل الدول التي تعرضت لعقوبات.
والعراق مثالا، الضغوط والعقوبات لا تنال إلا من عامة الناس، من البسطاء، من لقمة عيش الناس، أما الأنظمة فهي تشتد صلابة وتعنتا. ثم ماذا يجري يا صديقي في الغرف المظلمة؟ كلنا جميعنا تفاجأنا بالاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة، خرج إلينا من العدم. فمن حقنا أن نتساءل الآن، ما الذي يجري خلف الغرف المظلمة بين إيران والولايات المتحدة؟ وهذا هو السؤال، هذا هو في تقديري القضية التي يجب أن تناقش، وألا تأتينا الاتفاقات والتفاهمات ونحن في غفوة سياسية ومن ثم نتعامل مع تداعياتها. نعم، هناك تساؤل يقول: ماذا تعني الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة بايدن بالنسبة لإسرائيل؟ فالسياسة الأمريكية كما يقول مراقبون تجاه إسرائيل تظل ثابتة إلى حد ما على الرغم من تغيير الإدارات الأمريكية، هل تتفق مع هذا الرأي؟ أتفق تماما. التاريخ يقول أن إسرائيل هي بمثابة الطفل المدلل لأي إدارة أمريكية، ولكن قد تختلف أسلوب التعامل مع هذا الطفل المدلل بين في تعاطي وتناول بعض القضايا، إنما في النهاية إسرائيل هي الطفل المدلل. بالنسبة لأمريكا، ثوابت إسرائيل، مصلحة إسرائيل هي من الثوابت، المصالح العليا ثابتة. قد تتأثر العلاقة، قد تخفت العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة نتيجة لمستوى العلاقة بين الشخوص أو بين الأشخاص، بينما المصلحة العليا بين البلدين فهي ثابتة تماما. ولابد هنا من الإشارة إلى أن اللوبي اليهودي في أمريكا له الذراع الأطول في الانتخابات الأمريكية، وهذا اللوبي لا يتحرك دون أجندات مسبقة وآليات محكمة. أخيرا أستاذ عدنان، بشأن جائحة كورونا، يقول خبراء صحة أوروبيون إن لجائحة كورونا تبعات صحية واجتماعية خطيرة قد ترافق كوفيد الطويل الأمد، ما طبيعة هذه التبعات والتداعيات المستقبلية؟ هذه الجائحة للأسف الشديد أستاذ إحسان كشفت أو عرت، وآسف لهذه الكلمة المؤلمة، عرت المؤسسات الأكاديمية والتعليمية العربية. هذه الجائحة أعادتنا إلى مسرح الحقيقة كما يصح القول. أنا أريد هنا أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي مستقبل التعليم، مستقبل الأجيال في ظل جائحة كورونا. لن أتحدث عن الاقتصاد ولن أتحدث عن الاستثمار، فالكل يدرك تداعيات هذه الجائحة، ولكن السؤال هنا: ما مصير الأجيال التي تواجه أخطر وأعظم أزمة صحية في العالم، بينما هي في حالة إفلاس أكاديمي تعليمي؟ أتكلم هنا عن معظم الدول العربية. نحن هنا في منطقتنا نحتاج إلى تربية وتعليم في عهد الأونلاين والتعليم عن بعد. سقط مفهوم التربية، لم يعد للتربية من مجال. فأين هي التنشئة الوطنية؟ أين هي التنشئة الإنسانية؟ أين هي تنشئة قبول الرأي والرأي الآخر؟ أعتقد أن جائحة كورونا لها ارتدادات في تقوقع أو إعادتنا إلى عصر القوقعة الفئوية والقبلية والمناطقية هذا بالنسبة للتربية. فيما يتعلق بالتعليم، الكل يتحدث بألم عن مستوى التعليم في الوطن العربي، وقد جاءت هذه الجائحة لتنذرنا بأننا أمام جيل ربما لا يقرأ ولا يكتب، جيل أمي للأسف الشديد بكل معنى الكلمة. الأمية لا تعني لا تدرك كيف تفك الخط، الأمية أن تكون جاهلا على التعامل مع لغة العصر. لغة العصر هي التكنولوجيا. أعتقد نحن في أزمة حقيقية، أزمة جيل لا يدري أين سيقضي به هذا المستقبل. في ختام الحوار أشكرك أستاذ عدنان قاقون، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أشكرك الشكر الجزيل لمساهمتك معنا.
أشكرك مجددا وإلى لقاء آخر، وأتمنى لبرنامجك مزيدا من التفوق والتألق، ولشخصك الكريم مزيدا من التوفيق. والشكر لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.